بالصيف عم نواجه العقارب والحياية والغبرة يعني ضغوط الحياة كلها عم نواجهها هوني، وبالشتاء برد وخيام وساكنين يعني وضع مأساوي الحمد لله رب العالمين. خدمات صحية ما في معدومة على الخالص. الله كتب علينا التهجر، لأنه تهجرنا تهجير ما ونزحنا من طيبنا، لأنه لو بدنا نطلع من طيبنا نطلع على منطقة أفضل، ما هو منطقة يعني مهجورة، يمكن مهجورة من آلاف السنين. وضع مأساوي جدا جدا، والحمد لله رب العالمين. وضعنا ما يسمح لنا نسكن بأي مخيم غير هذا المخيم، مثل ما أنك شايف الوضع، أولاد وعذاب وشتوية.